majority to minority. majority معناها الأغلبية، minority معناها الأقلية. as minor is to major. minor minor و major برضو عكس بعض الاتنين، لكن فرق ان دي زي ما قلنا adjective اما دي noun. if I find it difficult to understand the lesson، لو انا لقيت الموضوع صعب ان انا افهم الدرس، I'll ask the teacher to simplify it for me. هطلب من المدرس ان هو يبسطهولي او ان هو يسهلهولي او كده يعني. if I find it difficult to understand the lesson, I am sure the teacher will work on its simplification for me. يعني لو انا لقيت بقى الدرس صعب، متأكد ان المدرس هيعمل على تبسيط، فهنا noun، هيعمل على تبسيطه ليا، اما هنا كادفيرب. اوكي تمام. if I find it difficult to understand the lesson, I'll ask the teacher to make it simple. هنا adjective، make بيجي بعدها adjective، هيبسطه او يخليه بسيط. is the antonym of temporary. temporary معناها يعني ايه؟ متقطع. فطبعا permanent معناها دائما، فهي الكلمة اللي عكسها دي معناها متقطع، اما دي معناها دائما، فهما الاتنين عكس بعض. you have to note the color of the background to make it cheerful. cheerful معناها مبهج، فطبعا you have to brighten، لازم ايه تلمعها او ايه يعني تلمعها وتخليها حلوة. okay يبقى دي brighten. بعد كده you have to make the color of the background bright، تخليه bright، فهنا adjective. bright معناها ساطع او لامع، هنا adjective. معلش بقى المايه اللي وقع دي، بس دي adjective زي ما قلنا لانها تبقى bright. اوكي فعشان كده دي adjective. the note of the background color is necessary to make it cheerful the brightness. ليه؟ لان هنا noun، السطوع او اللمعان يعني، او the background color للون الخلفيه ده، فده ضروري علشان يخليها مبهجه. اما هنا زي ما اتفقنا تبقى برايت، علشان انا هنا عايز ادجكتيف، اما هنا انا كنت عايز نون، ومن الترجمه بوصل انا عايزه ادجكتيف ولا عايز نون. and نقط at the position from which something is viewed. طبعا انجل الزاويه، الزاويه ده عباره عن مكان الشيء بينظر اليه منه، يعني يعني بتبص للموضوع او للشيء من زاويه معينه. اوكي انجل. وناخد بالنا ان كلمة angel دي تختلف عن angel دي. angel دي بمعنى ملاك، اما angel دي بمعنى زاوية. it's a measurement from the bottom of the top، من القاع لقمة شيء. طبعا height ده الارتفاع، من القاع للقمة height الارتفاع. something that is temporary معنى زي ما قلنا something that is عفوا لحظة is intended to last or continue forever. ده هيستمر، هيستمر للأبد، فهتبقى permanent. permanent يعني بشكل دائم، فهو الاختيار رقم C. permanent يعني بشكل دائم. خلاص not means using to do with electricity. electrical. electrical means using or to do with electricity، حاجات بتشتغل بالكهرباء. يعني مثلا عفوا مش بتشتغل بالكهرباء، يعني مثلا ما اقول ايه electrical engineer يعني مهندس كهرباء. خلاص او اشياء. خلاص يعني means using or to do electrical means using اللي هو استخدام الحاجات الكهربية or to do with electricity او انها تشتغل بالكهرباء، يعني حاجات تشتغل بالكهرباء او حاجات يعني آلات كهربية. يا جماعة آلات كهربية او مهندس كهرباء او غيره، فده بنقول electrical حاجة كهربية، اما ده الكتروني electronic. A fire knot is a piece of equipment used for stopping putting out small fires. small fires حريقة صغيرة، فده extinguisher. extinguisher هنا معناها اللي هي طفاية الحريق، اللي هي الحاجة الحمراء اللي بتبقى بنشوفها في الأفلام دي يعني. knot describes something that is easy to do or easy to understand. simple حاجة بسيطة، سهل إنك تعملها، سهل إنك تفهمها. simple. to not is to shut and open your eyes quickly، تغمض وتفتح عينيك بسرعة. blink إنك إيه ترمش.
the quality of light given or reflected by an object. The quality of light, brightness. السطوع اللمعان, brightness. Okay. اللي بعده. A good leader, not a lot of positive changes. احنا طبعا واخدين ان change تغيير بيجي معاه الverb makes. لذلك هتبقى makes changes, بيعمل تغيرات, يحدث تغيرات. The pupils took turns. Took turns بمعنى يتبادل الأدوار. Took turns to answer the teacher's questions. إسراء never lets me down. معنى إيه؟ إسراء أبدا ما بتحبطش. إسراء لا تخذل. كده. ليه بقى؟ She always comes first. دايما بتطلع الأولى. Workers in this factory, العمال في هذا المصنع, نقط regular breaks at 1 o'clock, بياخدوا فسح منتظمة الساعة 1. طبعا take ياخدوا, أنا حتى في الترجمة قلت بياخدوا فسح منتظمة. take regular breaks, regular breaks اللي هي فسح منتظمة. take regular breaks. طيب زينا كده في المذاكرة بناخد فسحة ساعة وبنذاكر 10 دقايق, فدي فسحة منتظمة بالنسبة لنا. It's healthier to, طبعا it's healthier to not your feet flat while sitting down. Have your feet flat, انك يعني ايه تسطح رجليك when while sitting down, لما تيجي تقعد. مهم قوي انك تسطح رجليك. خلاص يبقى it's healthier to have your feet flat while sitting down. خلاص انك تخلي رجليك يعني ايه مسطحة وممددة كده لما انت تيجي تقعد. Okay. طيب after the operation, بعد العملية, it took the patient an hour to come round. come round معنى كده انه ايه, come round معنى يعني يستعيد وعيه, انه هو كان يعني ايه فقد الوعي او واخد بنج او الحاجات دي. فبعد العملية هياخد حوالي ساعة على بال ما المريض ايه يفوق ويستعيد وعيه هكذا يعني. خلاص فده المعنى. His book comes before the beginning of the year. Beginning of the year. طبعا comes out. احنا واخدينها اللي هي بتساوي publish. يصدر ينشر كده. فالكتاب أصدر وأنشر. الـ advanced exercise بقى. All his teachers, كل المدرسين, are proud of him. فخورين بيه. ها. As he is a bright child. هنا مش معناها طفل لامع, هي طفل مميز يعني له زي ما نقول علامة مضيئة في تاريخ الأطفال يعني. أوكي طيب اللي بعده. The floods flattened most of all the houses of the village. يعني البتاع دي الفلودز اللي هي الفيضانات. flatten احنا واخدة معنى يسطح. خلاص تسطح. هنا معنى عمت كل المنازل. هنا معنى عمت او شملت او استولت على المنازل, غطتها كده. خلاص كل المنازل اللي كانت فين, اللي كانت في القرية. The repeated washing of some clothes makes them lose their brightness. The repeated washing, لما تقعد تغسل ملابس كتير ده بيخليها تفقد جمالها وكده, تلاقي اللبس ايه ايدم كده بقى باهت كده مش حلو يعني. All lights were extinguished, يعني كل الأضواء كانت مطفية. And darkness prevailed the wall area, وكل والظلام حل على المنطقة كلها. فخلاص ف all lights were extinguished. هنا مش بمعنى بقى طفيت الحرايق, لا هنا أو هنا بمعنى مطفية, الحاجة مطفية, الأضواء مطفية. طيب he is at the of his success. hide height مش بمعنى عالي, هنا بمعنى هو في قمة نجاحه. he is at the height of his success, يعني هو في قمة نجاح. after 10 minutes of exercise, بعد 10 دقايق من التمرين, خلاص the sun will be coming with sweet. طبعا must اللي هو يعني ايه البشرة يعني بقت ايه فيها بالضبط, اللي هو بعد ما تعمل انت تمرين وكده تبقى لابس مش عارف ايه, ففي عرق بنسميه عرق. خلاص طيب I promise to do the job well, اعدك
ان انا هنا يعني رطب معنى ان جسمك بيبقى او بشرتك او جلدك بيبقى رطب بالافرازات العرق اللي بتعملها اثناء التمرين. I promise to do the job well. اوعدك ان هعمل الشغل ده كويس. I'll never let you down. يعني انا مش هغذلك ما تخافش. يعني the sphinx is idly position in front of the pyramids. يعني ده اللي هو ابو الهول ده يعني, فهو موجود في مكان مثالي بالنسبة للأهرامات. خلاص طيب, أو مكان ثابت يعني بالنسبة للأهرامات. positioned موجود في مكان ثابت بالنسبة للأهرامات. The eye are in the top front of your skull. هنا مآخذ العين, هنا معناها مآخذ العين بتاعتك موجودة في الجزء الأمامي, موجودة في الجزء الأمامي من الجمجمة. خلاص ده مآخذ العين بتاعتك, هنا مقصود بيها مآخذ العين بتاعتك موجودة في الجزء الأمامي خلاص من الجمجمة. When he is busy, لما هو هيكون مشغول أو لما هو مشغول, he unplugs his broadband connection. يعني بيقطع كل اتصالاته العريضة, مش عايز لك ورغي والكلام ده, فما بيكلمش حد يعني. Hair not an energy make everybody admire hair. طبعا hair brightness ان هي يعني ايه لامعة كده وساطعة وايه, بص اقول لكم ايه, يعني فيها نشاط, حيوية, بهجة. ف hair brightness and energy الطاقة والحيوية والنشاط اللي عندها تخلي أي شخص admire her, أي شخص يعجب بها. وبكده نكون خلصنا جزء الكلمات. نتقابل إن شاء الله المرة الجاية في الـ structures. أتمنى تكونوا استفدتم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.